نشرة الظهر للأخبار، أهلا بكم ونبدأها بالعناوين. تواصل تعطل الأشغال في حقل النوار لإنتاج الغاز في تطاوين منذ أكثر من شهرين يرجئ الدخول في استغلاله إلى السنة القادمة. المعرض الفني عهد الأمان يتخطى حدود تونس نحو بريطانيا، وجامعيون يناقشون الإصلاحات التونسية الكبرى للقرن 19. استشهاد فلسطيني في الضفة الغربية، وسلطات الاحتلال تعلن فتح الحرم القدسي وسط إدانات شعبية ودولية لإغلاقه. بسبب الاحتجاجات والاعتصامات التي عاشتها ولاية تطاوين، تتعطل الأشغال في حقل النوار لإنتاج الغاز في الصحراء منذ أكثر من شهرين. هذا التعطل تسبب في تأخر دخول هذا الحقل حيز الاستغلال إلى حدود سنة 2018 بعد أن كان مبرمجا أواخر هذه السنة. في حقل نوارة لإنتاج الغاز بصحراء ولاية تطاوين يتواصل توقف أشغال هذا المشروع مخلفا تداعيات سلبية على التكاليف المعتمدة وتواريخ الإنجاز، بحسب مسؤولية شركة تونسية للأنشطة البترولية المنفذة للمشروع مع شركة وانفيا النمساوية. كان المفروض يكون جاهز في آخر 2016، تو مشى 2018 لعدة أسباب، لكن هالاعتصام هذا والتوقيف هذايا يعني عنده انعكاسات يعني خطيرة، خطر يعني قبل ربما تعطيل مازال ما بداش البروجي، فما دراسات لكن تو معدات موجودة في الصحراء وعندنا دي ماشين سونسيبل يعني ما يتحملوش يعني يبقاو يعني مع الواقفين، فما دي بريكوسيون ابروندر، فما دي ماشين اللي لازمهم يكونوا تحت دي جونغار اللي تعطل الكونستركسيون تاعها. هذا المشروع مثل جزءا من زيارة ميدانية لأعضاء لجنة الطاقة والثروات الطبيعية بمجلس نواب الشعب بهدف المساهمة في إيجاد حلول لاستئناف نشاط هذا المشروع. للأسف الشديد الانعكاسات نتاع إيقاف الأشغال كارثية على الاقتصاد التونسي. نتمناو أن الطريق يفتح ويتم السماح للمعدات للوصول حتى من هنا إن شاء الله عام 18 يقع استئناف الأشغال وتنتهي إن شاء الله عام 18 ويتضخ الجبس، وهك نوفروا الاقتصاد التونسي ما يقارب 17% من حاجيته. المطلوب هو أن معناها ثم نقطة معناها متعطلة على مستوى ولاية قبلي تحديدا يعني في منطقة دوز، معناها لابد أن الناس كل تعمل جهود باش الناس المعتصمة هذه اليوم يقع الاستماع لها ويقع التحاور معها وحل مشكلاتها. مشروع معطل ومواتن شغل فقدت، وآخرون ينتظرون الالتحاق للعمل في هذا المشروع في تنفيذ لتسويات اتفاقات وقعت مؤخرا بين معتصمي ولاية تطاوين والحكومة. تشهد درجة الحرارة انخفاضا ملحوظا بداية من الغد، ما من شأنه أن يقلص من الاستهلاك المكثف للمكيفات الهوائية الذي أسهم وفق الشركة التونسية للكهرباء والغاز في تسجيل نسب قياسية لم تشهدها تونس سابقا في استهلاك الطاقة. الطلب على الكهرباء تطور بنسبة 11% مقارنة بالسنة الفارطة. فيما يتواصل ارتفاع درجات الحرارة تتواصل معه الدعوات لترشيد استهلاك الكهرباء، دعوة مردها بلوغ تونس الأسبوع الفارط رقما قياسيا في الطلب على الكهرباء. الجمهورية التونسية شهدت الأسبوع هذايا ارتفاع في استهلاك الكهرباء اللي قياسي بكل المعايير، وصلنا ل 3800 ميجاوات. إيش معناتها؟ احنا الاستعدادات كيف عملنا الاستعدادات للذروة متاع الصيف هذا ما توقعناش أنه الذروة تنجم تعدي 3900 ميجاوات، والاستعدادات التقنية في الشبكة الكهربائية ما تنجم تجيوب كان في أقصى الحالات 3950 ميجاوات، على خطر وقت تسخن الدنيا حتى المردودية متاع المحطات الكهربائية تهبط. تزايد الطلب على الكهرباء تزامن مع تسجيل انقطاعات متكررة تقف خلفها عدة أسباب، من بينها الاستعمال المكثف لمكيفات الهواء وارتفاع وتيرة اختلاس الكهرباء. قدروا أن 70% من المكيفات الهوائية مشرية من التهريب، يعني هذه مكيفات لا تستجيب للمعايير من ناحية اقتصاد الطاقة، فماذا بينا ما نشريوش مكيفات مهربة في جهة القروان ولا في جلمة ولا في أماكن أخرى، هو استهلاك ناتج معناها من الربط العشوائي للكهرباء، فالمحول فهمت معناها هو اللي ديمونسيوني
لقدرة معينة، وإذا كان ثم ناس ترتبط بصفة غير عشوائية فانت عليه فهو ما يتحملش، إما يقع انقطاع الكهرباء أو في بعض الأحيان سجلنا احتراق المحول. وفي ظل هذه الظروف المناخية وارتفاع نسق استهلاك الطاقة، وضعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز خطة عمل لضمان تأمين استمرارية التزويد بالكهرباء، وأدنى رئيس الحكومة بإعادة التذكير بالمنشور الحكومي الذي ينص على حسن ترشيد استعمال المكيفات الهوائية وحسن استغلال الطاقة في المؤسسات والجماعات المحلية، إلى جانب الإذن بالتسريع في نسق إنجاز المشاريع الجديدة في مجال الكهرباء بما في ذلك مشاريع الطاقات المتجددة. ورغم الانخفاض النسبي لدرجات الحرارة هذه الأيام، ينصح الأطباء بضرورة الوقاية من أشعة الشمس وشرب المياه بكمية كافية تجنبا لعديد الأمراض خاصة منها ضربة الشمس. عاملون أو عابرون، قاسم مشترك يجمعهم. أشعة شمس حارقة تلفح وجوههم، تزيدها رياح الشيل حدة. من يتوقى منها بمظلة؟ من يجابهها بقارورة ماء؟ من يقتفي أثر الأشجار أو الظلال؟ ومن يعمل دون أي وسيلة حماية؟ نخدمه بسخانة ولباس وشدة في رب، يزمنا نخدمه، يزمنا ناكل ونشربه، ما نخدموش ما نلقاوش. سخانة باش تقلقنا برشا، ما نصورش كيف باش تقلق العباد هكا ولا؟ الحمد لله المية رحمة، رحمة معناها. هو روحتنا خدمة، أحمد ربي ونشكر. الحمد لله. شنو التربوشة هذه؟ على الشمس؟ على الشمس. أنا مروح توا الحي الزول. وسائل متعددة للوقاية من أشعة الشمس، أكد رئيس قسم الاستعجال بمستشفى شارنيكول شكري حمودة، أكد ضرورة استعمالها لتجنب عديد الأمراض ومنها ضربة الشمس. الإنسان اللي يبدأ صغير في العمر، الأطفال، وإلا كبير في السن، وإلا يبدأ ياخذ في أدوية كيما أدوية الأعصاب خاصة، تخلي مركز هذايا تعديل الحرارة ما يشتغلش بصفة عادية، وتأثر فيه ارتفاع الحرارة وتخليه يرتفع حرارة متاع جسمه وتفوت حتى الأربعين. علامات هي من الأول يبدأ صداع في الرأس ويبدأ تقيؤ، ومن بعد تولي معاها فشلة، ويولي حتى معناتها الحركات متاعه ما نجمش يتحكم فيها، وبشوية بشوية نجم حتى يفقد الوعي ودرجة الحرارة متاعه ترتفع. ماذا بينا باش نعمل الوقاية؟ معناتها الإنسان يبعد على الشمس، يمشي في الظل، إذا يمشي في الشارع يمشي في الظل، وإذا كان ما عندوش قضية لازمته معناتها في وقت بين 11 وبين 4 متاع العشية مش لازم يخرج، وإذا كان حصل له خرج معناتها وتلز باش يمشي يقضي قضية، أهم حاجة يعملها هو يغطي رأسه بمظلة ويشرب الماء. غطاء على الرأس وشرب الماء بكميات كافية هي أبرز النصائح للتوقي من أشعة الشمس الحارقة وارتفاع درجات الحرارة. المعرض الفني عهد الأمان الذي حقق رواجاً في تونس تخطى الحدود نحو بريطانيا. هناك حضر أساتذة من الجامعات التونسية والأجنبية لإلقاء محاضرات أتت على الإصلاحات الكبرى في القرن 19، وفي صدارتها ترسيخ دستور 61,800,000 الأبرز في العالم العربي. مشاركة واسعة في التعريف بالثقافة التونسية في المملكة المتحدة. محاضرة ألقاها أساتذة جامعات ومثقفون تونسيون وأجانب تناولت تاريخ تونس في القرن 19 وما مر به من إصلاحات كبرى بإلغاء نظام العبودية والترسيخ لعهد الأمان الذي أقر المساواة بين المسلمين أمام القضاء، ودستور عام 1861 الذي يعتبر الأول والأبرز في العالم العربي، فضلا عما شهدته تلك المرحلة من الدور البريطاني والفرنسي والتغيرات في الإمبراطورية العثمانية والرؤى التي أسست للدولة التونسية. التوانسة هم في حاجة إلى معرفة تاريخهم في الفترة التي سبقت الاحتلال، خصوصا وأن معناها العديد من الأحداث اللي وقعت الفترة هذيك، منها الدستور أو منها العديد من الإصلاحات، معناها اطرحت هذه نفس القضايا بعد الثورة معناها الأخيرة في تونس.
فيلم قصير عن المعرض الفني عهد الأمان تم عرضه خلال المحاضرة التثقيفية التي تأتي ترويجا للمعرض في بريطانيا، والذي نجح عرضه في تونس أواخر العام الماضي عن تاريخ تونس في الفترة ما بين عام 1837 حتى العام 1881 من خلال أكثر من 300 قطعة أثرية تضم لوحات ومخطوطات وتعتبر من الوثائق التاريخية المؤرخة للثقافة التونسية. هي باش نعرفوا على الثقافه التونسيه، التاريخ التونسي حاجه مهمه معناها، خاطر ما لازمناش نصنعوا العلم ونصنعوا معرض كما اللي عملناه معناها في تونس، باش نعرفوا كيفاه معناها دورنا اليوم في الدوله التونسيه. امسيه ممتازه وحضور ممتاز، وحابين نعرفوا اكثر بتاريخ تونس الثري في بريطانيا، وهذا شيء مهم لانه تعرفوا الاهميه القصوى اللي تعطيها بريطانيا للتاريخ. ويعتبر عهد الأمان مصدر إلهام للشعب التونسي وصورة حية يقف أمامها التاريخ ليبين ما كانت عليه تونس وقت ذاك ثقافيا وسياسيا باختلاف الأديان في سائر أنحاء تونس. ترويج في بريطانيا للثقافة التونسية التي تجسدها لأول مرة في الخارج محاضرة عن المعرض الفني الناجح عهد الأمان، تحكي عن حقبة من تاريخ البلاد في القرن التاسع عشر والتي أدت بعد ذلك إلى تأسيس الدولة التونسية الحديثة. عبد الجمال، التلفزة الوطنية التونسية، لندن. أعلن ناطق رسمي باسم الحرس الوطني العميد خليفة الشيباني أن الدرك الجزائري تمكن من القضاء على 3 إرهابيين كانوا قد فروا إلى التراب الجزائري بعد أن تبادروا إطلاق النار مساء الثلاثاء الماضي مع وحدات من الحرس الوطني قرب المركز الحدودي للحرس الوطني ببودرياس التابع لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بتالا. وأضاف المصدر ذاته في تصريح اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن السلطات الجزائرية أعلمت تونس أنه تم القضاء على الإرهابيين وأنه تم إجراء التحاليل الجينية الضرورية لتحديد هويات هذه العناصر الإرهابية. في الشأن الليبي، دعا فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في مارس القادم وسط جهود ليبية ودولية أخرى لإنهاء الصراع في البلاد. ودعا السراج الذي تدعم الأمم المتحدة حكومته إلى وقف لإطلاق النار ودمج تدريجي للكيانات البرلمانية المنافسة المتمركزة في طرابلس وشرق ليبيا في كلمة تم بثها في وقت متأخر أمس. تصريحات السراج تأتي في وقت أقطعت فيه أولى الرحلات الجوية المتجهة خارج بنغازي، وذلك بعد فتح مطار بنغازي الدولي رسميا يوم أمس أمام الرحلات التجارية وسط وجود أمني مكثف بعد أن ظل مغلقا 3 سنوات. وكانت أولى الرحلات قد أقلعت في اتجاه العاصمة طرابلس والعاصمة الأردنية عمان ومدينة الكفرة الواقعة جنوب شرق البلاد. ومن المقرر أيضا إقلاع واستقبال رحلات من وإلى تونس واسطنبول والإسكندرية وزنتان. في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد شاب فلسطيني برصاص قوة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ساعات بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعادة فتح الحرم القدسي. بين التصعيد والإيهام بالتهدئة، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياستها تجاه الفلسطينيين العزل. وفي خضم حالة الاحتقان التي تشوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية. وقامت قوة عسكرية للمحتل الإسرائيلي باقتحام القرية ومحاصرة أحد منازلها بزعم وجود أحد المطلوبين بداخلها. كما كثف جيش الاحتلال حضوره الأمني بالمدينة، حيث قام بحملة اعتقالات بعد عمليات الدهم للمنازل. أحداث زادت في تغذية حالة التوتر التي تشوب المدينة، والتي تفيد وكالة الأنباء الفلسطينية أن رقعتها اتسعت مع اشتعال نار المواجهات في مخيم الدهيشة والعزة في شمال وجنوب مدينة بيت لحم بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي فتحت نيران أسلحتها دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وبعد أنباء عن نية إعادة فتح المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة أمام المصلين والزوار والسياحة بعد إغلاقه يوم الجمعة، جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح اليوم منع موظفي المسجد الأقصى المبارك من الدخول إليه ومزاولة أعمالهم وسط حصار عسكري مشدد ما زال مفروضا على المسجد المبارك وعلى القدس القديمة لليوم الثالث على التوالي. واضطر عشرات المقدسيين إلى أداء صلاة فجر اليوم عند أقرب نقطة للمسجد استطاعوا الوصول إليها في انتظار السماح لهم بالدخول إلى المسجد الأقصى عند ظهر اليوم. وكان الاحتلال قد أعلن ليلة أمس عن نية فتح أبواب المسجد الأقصى للمسلمين تدريجيا بدءا من ظهر اليوم بعد وضع أجهزة إلكترونية لكشف المعادن إضافة إلى كاميرات مراقبة في ساحات المسجد الأقصى. وكانت خطوة غلق الحرم القدسي الشريف قد أثارت غضبا بين المصلين وعشائر وعائلات القدس المحتلة الذين خرجوا في مسيرات غضب، كما نددت الهيئات الدينية وزعماء الفلسطينيون والأردن ومنظمة التعاون الإسلامي بهذا القرار داعين إلى إعادة فتح الحرم القدسي. فيما يخص الأزمة الخليجية، أعلن وزير الخارجية السعودي عادل جبير أن بلاده تأمل في أن يكون حل الأزمة مع قطر داخل البيت الخليجي عقب لقائه وزير الخارجية الفرنسي الذي يقوم بجولة في المنطقة لدعم جهود الوساطة. وأعرب جبير عن أمله في أن تسود الحكمة لدى المسؤولين في قطر حتى يستجيبوا لمطالب المجتمع الدولي وليس فقط الدول الأربع المقاطعة على حد قوله. نشرتنا متواصلة وفي أخبارها الثقافية. الفنان النجم صابر الرباعي يطرب جمهور قفصة في سهرة افتتاح مهرجانها الدولي لهذه السنة. قبل ذلك وفي أخبار الرياضة، وصل المنتخب الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة تألقه في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا في لندن بعد أن رفع رصيده في المجموع إلى 9 ميداليات. في صفاقس شهد شاطئ الشفار دورة رياضية دولية للكرة الشاطئية، تظاهرة في الأصل رياضية تجذب الجماهير غير أنها أعادت الروح للمنطقة عبر الترويج لها كوجهة سياحية وترفيهية. تغيرت ملامح شاطئ الشفار ليتحول إلى فضاء للترفيه والرياضة. هنا تدور فعاليات الدورة الدولية الودية للكرة الطائرة الشاطئية. الهدف هو التعريف بهذه الرياضة وتنشيط شاطئ الشفار. لعبة مع ما فيهاش تراديسيون كبيرة. احنا نحبوا نشوفوا دي تورنوا كما هكا في الشفار ولا في سوسة ولا في جرب على شلاء في قرقنا في برشا بلايص على الشط نتاع في تونس. احنا محتاجين للتظاهرات طبعا المختلطه اللي نقولوا على المستوى الاقليمي. احنا في مستوى غادي ليبيا كل خميس وجمعه عندي مقابلات، يعني عندنا بطولات رسميه. يعني استغلينا الفرصه هذيا باش نجيبوا دوره دوليه هذيا وننشطوا نشاط الشفار، وعلاش لا يحتضن دورات اهم ونلقاو ديما فيها اكتيفيتي مسترسله. منطقه كيما الشفار هذيا قداش سنوات كانت ركود تام، معناتها تو الحمد لله عندنا عامين تو، هذا معناتها السنه الثانيه اللي بدينا ننشطوا وناويين ان شاء الله القدام. هذه الدوره الدوليه في نسختها الخامسه شهدت مشاركه فرق تونسيه وليبيه، وقدمت للجمهور الحاضر مباريات ذات مستوى فني متميز. التنظيم محترم والحضور ناقص شويه على عمناول، معناتها عمناول كان الحضور احسن ممكن، معناتها السبونسر حسب ما يقولوا الاخوان يقولوا سبونسر عمناول خير واكثر، هكا علاش العباد معناتها المتفرجين كانوا اكثر عمناول. اليوم الجامعه الدوليه تحث على اللعبه هذيا اللي تجبد اكثر جمهور واكثر مستشارين، دونك ما عندناش خيار، لازمنا ننضموا للقرارات الجامعه الدوليه وننظموا مثل التظاهرات هذيا، ويلزم الوزارات تتحرك اكثر. الشواطئ التونسيه تمثل الوجهه الاولى للعائلات في هذه الايام، وهنا طرح جديد يتمثل في مزيد دعم مثل هذه التظاهرات الرياضيه والثقافيه التي تحول الشواطئ الى فضاء تفاعلي يقدم للمصطافين متعه وترفيها.
توجت الإسبانية غاربين موغوروزا بلقبها الأول في دورة ويمبلدون لكرة المضرب إثر تغلبها في الدور النهائي على الأمريكية فينوس ويليامز بمجموعتين دون رد، لتضيف موغوروزا بهذا التتويج لقبها الثاني في البطولات الأربع الكبرى. أما في مسابقة الزوج للسيدات فقد توج الثنائية الروسي إيكاترينا ماكاروفا وإيلينا فيسنينا باللقب للمرة الأولى إثر الفوز على الثنائي المؤلف من التايوانية هاو تشينغ تشان والرومانية نيكوليسكو ليضيف الثنائي الروسي لقبه الثالث ضمن البطولات الأربع الكبرى. في نهائي كأس السنغال لكرة القدم شهد ملعب ديمبا ديوب في العاصمة داكار حدثا مأساويا عندما تحطم سور الملعب إثر اشتباكات بين المشجعين ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات بجروح. وقد اندلعت أعمال الشغب عندما تدخلت الشرطة لتفريق المشتبكين مستعملة الغاز المسيل للدموع، وتحطم السور عندما حاول المشجعون الهروب. بصوت أمير الطرب العربي صابر أرباعي انطلقت الدورة 38 لمهرجان قفصة الدولي الذي تتميز برمجته هذه السنة بعروض جهوية بالأساس، سهرة افتتاحية كانت ناجحة حضرها جمهور بأعداد كثيفة. خلال إنتاجاته الخاصة وما طلبه الجمهور من أغاني ناجحة محليا وعربيا، ألهب الفنان صابر الرباعي مدارج البرج الأثري بقفصة ضمن السهرة الافتتاحية لمهرجان قفصة الدولي في دورته 38. اولا زيدني شرف انه افتتح مهرجان كبير، مهرجان دولي كما مهرجان قفصه، اللي حاولنا نريحوا ما بين الجديد والقديم، وهذا اهم شيء انه الجمهور يلقى اللي يحب عليهم. فات افتتاح الدوره 38 للمهرجان الدولي بقفصه اللي اردناها ان تكون دوره متميزه، خاصه من حيحيه العروض سواء عروض وطنيه او عروض دوليه، وخاصه احنا ركزنا سنة على العروض الجهويه. جماهير غفيرة واكبت سهرة أمير الطرب العربي صابر الرباعي الذي بقي محافظا على لونه وطبعه الخاص في نشر الأغنية التونسية وتوشيح سهرته بمقاطع من التراث الغنائي التونسي أكسبته عشق الملايين، وانتشى بها كل من اختار السهرة في جولاته مع المهرجانات الصيفية. فنان عالمي وشرف تونس صابر الرباعي. شكرا. من الجزائر لما سمعنا بينه هنا في قفصه جيناها خصيصا لنحيي الحفل مع خيوتنا التوانسه الكل. سهريه عالميه، سهريه هبال وشو صابر هبال. تحفون على الاخر سهريه باهيه، قفصه الباهيه تحتفل صابر الرباعي. تتواصل سلسلة عروض مهرجان قفصة الدولي في دورته 38 إلى غاية 10 أوت القادم مع سهرات محلية ودولية سعت من خلالها إدارة المهرجان إلى تلبية مختلف الأذواق. في الختام إليكم تذكيرا بالعناوين. تواصل تعطل الأشغال في حقل نوارة لإنتاج الغاز في تطاوين منذ أكثر من شهرين يرجئ الدخول في استغلاله إلى السنة القادمة. المعرض الفني عهد الأمان يتخطى حدود تونس نحو بريطانيا، وجميعون يناقشون الإصلاحات التونسية الكبرى للقرن 19. استشهاد فلسطيني في الضفة الغربية، وسلطات الاحتلال تعلن فتح الحرم القدسي وسط إدانات شعبية ودولية لإغلاقه. يمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.